ناس كتيرة جدا بتعاني من الدوخة أثناء الراحة وبعد أي مجهود، عشان كده لازم تتابع معايا لآخر الفيديو وأقولك على تمارين مهمة جدا هتساعدك في حل المشكلة دي. أول تمرين كل اللي هتعمله إنك هتثبت عينيك على هدف ثابت وليكن قلم أو حتى صباعك، بعد كده هتلف رقبتك يمين وشمال. تاني تمرين معانا، بعد ما تثبت عينيك على الهدف الثابت هتحرك رقبتك لفوق وتحت. تالت تمرين، بعد ما تثبت عينيك على الهدف الثابت بعد كده هتحرك رقبتك بشكل قطري. اما التمرين اللي بعد كده هتثبت رقبتك في الوضع الطبيعي بتاعها برضو اللي هو في النص، وهتحرك عينيك فوق ولتحت. اما التمرين اللي بعد كده هتعكس، هتثبت رقبتك في الوضع الطبيعي بتاعها اللي في النص وهتحرك عينيك يمين وشمال. اما التمرين اللي بعد كده هتنام على جنبك الشمال، بعد كده هتلف رقبتك بس حوالي 45 درجة، وهنثبت في الوضع ده حوالي 30 ل 45 ثانية. اما التمرين اللي بعد كده هتنام على جنبك اليمين وهتلف رقبتك حوالي 45 درجة، وهنثبت في الوضع ده من 30 ل 45 ثانية، وده هيبقى شكل التمرين. وفي اخر الفيديو لو في اي حد ليه اي استفسار ممكن يسيبهولي تحت في الكومنتات، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.